الاقتصاد الناجح، فقرة بيعدى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الجندي. منتعرف فيها على طرق وقوانين بتخلي اقتصادنا يكون عصري وناجح. مرحبا، معكم جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. رح نحكي اليوم عن استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هي خطة بتضع الدولة لتحقيق أهداف محددة بمجال مكافحة الفساد والوقاية على المدى القريب والبعيد. أقرت الحكومة اللبنانية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بأيار 2020. بتحدد استراتيجية مفهوم الفساد وبتحلل الواقع اللبناني وبتسعى لتحقيق 3 أهداف، وهي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. مدة استراتيجية 5 سنين 2020-2025 وبتنقسم على 7 محاور. المحور الأول بيتعلق بتشريعات مكافحة الفساد المتخصصة. المحور الثاني مستويات نزاهة أعلى بالوظيفة العامة. المحور الثالث منظومة شراء عام أقل عرضة للفساد. المحور الرابع نظام قضائي أكثر نزاهة وقدرة على مكافحة الفساد. المحور الخامس أجهزة رقابية أكثر تخصص وفعالية بمكافحة الفساد. المحور السادس دور المجتمع ببناء نشر وترسيخ ثقافة النزاهة. المحور السابع تدابير وقائية ضد الفساد مدمجة على المستوى القطاعي. استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي خطة لبنان لبناء منظومة متكاملة ضد الفساد. معهد باسل فليحان عم يلعب دور بتطبيق هالاستراتيجية من خلال إعداده قانون الشراء العام الجديد رقم 244 على 2021 والتحضير لتطبيقه بآب 2022. إذا حابين تعرفوا أكثر تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية، وتابعونا وما تنسوا على صفحات التواصل الاجتماعي.